مرحبا بحضراتكم مشاهدينا في تاني فقرة معانا النهاردة وأخبارنا، واللي هنبدأها مع حضراتكم عن روسيا وأوكرانيا طبول الحرب. أكد الرئيس الأوكراني زيلينسكي الخميس تنفيذ روسيا ضربات صاروخية استهدفت البنية التحتية الأساسية وحرس حدود البلاد. قال زيلينسكي ردا على الهجوم روسيا على بلاده: نحن أقوياء ومستعدون لكل شيء وسننتصر. أما بما يتعلق بالوضع الميداني، ذكر زيلينسكي أن الانفجارات كتيرة اتسمعت بمدن عديدة في أوكرانيا، وأضاف أنه فرضنا الأحكام العرفية على جميع الأراضي أراضي الدولة حسب ما نقلت. وناشد الرئيس الأوكراني مواطني بالبقاء في منازلهم قدر الإمكان. زي ما احنا شايفين كده قدام حضراتكم، ده الصور الأولى للضرب القصف اللي كان النهاردة الساعة 3. كمان من أخبارنا النهاردة، وزارة الدفاع الروسية: قواتنا تستهدف البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا ولن تقصف المدن. كمان عندنا أخبار عاجلة، وكالة الأنباء الفرنسية بتقول القوات البرية الروسية تدخل أوكرانيا. كمان في أخبار بتقول سفير أوكرانيا لدى أنقرة: طلبنا من تركيا إغلاق مضيقي البروسفور والدرنتال أمام روسيا. وطبعا ده كلام غير معقول، لكن من المؤكد وزي ما بنتكلم خلال الكام يوم اللي فاتوا أن هذه الحرب ستؤثر بشكل أو بآخر سياسيا واقتصاديا على العالم كله. هل ستتحول إلى حرب عالمية ثالثة في الفترة اللي جاية؟ مش عارف. أسئلة كتيرة ممكن نسألها، لكن اسمحوا لنا نرحب بضيفنا عبر الهاتف، دكتور أشرف سنجر، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة بورسعيد. دكتور أشرف، أهلا بحضرتك. أهلا. دكتور أشرف، هل بتشوف حضرتك أن الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا من الممكن أن هي تتحول لحرب عالمية ثالثة، رقم واحد، وتأثير ده سياسيا على العالم خلال الفترة اللي جاية؟ طبعا بالطبع لا، يعني تحول هذه الحرب إلى حرب عالمية ثالثة بالطبع لا، لأن الحرب العالمية الثالثة المقصود بها أنها تتم استخدام أسلحة غير تقليدية، وحيكون فيها طبعا تبادل لصراعات بين دول كثر. يعني الوضع الآن تحديدا أن بوتين يعني تحرك به طبعا بعدد من الصواريخ لاستهداف الأماكن العسكرية للقوات الأوكرانية والجيش الأوكراني، لم تتحرك دبابات. الحكم الحقيقي على أن العملية العسكرية لبوتين قد نجحت باحتلال العاصمة كييف وتغيير السلطة الموجودة في أوكرانيا. إذا نجح في هذا، يبقى الحديث على أن العملية قد نجحت، ونتحدث عن نظام دولي جديد بيفرض إرادته على حلف الأطلنطي اللي بتكون من 30 دولة. إجمالي الإنفاق الدفاعي تريليون و200 مليار، بينما روسيا بتنفق 66 مليار. في فجوة كبيرة جدا في القوة الشاملة الاقتصادية بين حلف الأطلنطي وروسيا، في فجوة كبيرة جدا بين القوى العسكرية لروسيا والقوى العسكرية لحلف الأطلنطي. الحديث الآن على أن الوضع قد تكون عملية محدودة رادعة، ولكن لن تزيد، لأن أوكرانيا 44 مليون. طب دكتور أشرف، احنا شايفين أوروبا يعني بتندد وتشجب وتدين لا أكثر، يعني كلها يعني كلمات لطيفة يعني على من السياسيين هناك. فهل حضرتك ممكن نشوف تدخل لحزب للحلف الأطلنطي؟ هل ممكن نشوف تدخل من بشكل أو بآخر من الولايات المتحدة الأمريكية؟ وهيبقى موقف روسيا إيه؟ احنا شايفين بوتين يعني قال من ساعات قليلة خالص إذا تدخل أي طرف أجنبي في الموضوع هيكون في رد روسي قوي. دي طبعا كلها حديث رادعة لإخافة من يهجم يعني، ولكن أنا هنتكلم على اثنين سيناريو. السيناريو الأول هو أن حلف الأطلنطي ربما كان ينظر إلى أن بوتين عقبة قد تهدد مستقبل النظام الدولي إذا ما تحالف مع الصين تجاه أمريكا وحلف الأطلنطي، وهنا المعادلات قد تغير. فتكسير روسيا وتحجيمها مستقبلا مهم. قد تكون أوكرانيا الطعم لطبعا جر روسيا كما جر العراق إلى الكويت وتم تكسير العراق. قد يكون هذا طعما لتكسير روسيا وتحجيمها
وتكسير الإرادة الروسية، ولكن هذا الأمر قد يأخذ بعض السنين، ولكن سيدفع الثمن الشعب الأوكراني. إذا كان هذا السيناريو ليس صحيحا، ننظر على أن إرادة الأوروبيين قد ضعفت، سيستخدمون طبعا عقوبات اقتصادية وليست هناك تدخلات عسكرية، وهنا أيضا سيدفع أيضا الشعب الأوكراني الثمن. طب ومصير الدولتين يا دكتور أشرف اللي تم الاعتراف بهم من قبل روسيا، مصيرهم إيه في الفترة اللي جاية في ظل عدم اعتراف دولي بالدولتين ولكن هناك اعتراف روسي؟ وحصل في اعتداء على السيادة الأوكرانية بهذا العمل الانفصالي، والعالم لن يعترف بهم يعني، ولكن هل هو ده يعني مواجهة سلبية للقانون الدولي؟ نعم. اعتداء عليه؟ نعم. أوكرانيا طبعا حققت استقلال عن جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق وفي تسعينات القرن الماضي، وكان لها رغبة في أنها تدخل حلف الأطلنطي. بوتين لم يعجبه يعني أن تدخل، وأن هذا تهديد لأمنه، والأوكرانيين قبل بدء العمليات تحدثوا على أنهم ليس لديهم مانع من تأجيل طلبهم بدخول الأطلنطي، بل أن الرئيس الأوكراني طلب أن يتحدث مع بوتين، لكن يبدو أن الأمر كان قد انتهى. إلى أين سنصل؟ النهاردة بايدن طلب طبعا اجتماع مع 29 سفير الذين يمثلون حلف الأطلنطي، وربما يعني ينبثق من هذا الاجتماع بعض المخرجات المهمة، ولكن في ظني ممكن يحدث برضو احتكاكات مع بيلاروسيا مع بعض الدول اللي من أعضاء حلف الأطلنطي، يعني كما ضرب بوتين أوكرانيا ربما بيلاروسيا تتعرض لبعض المناوشات أيضا، يعني هتبقى حروب محدودة صغيرة، ولكن هي في الأساس ليس وقتها. تمام يا فندم. تظل أزمة كورونا والظروف الاقتصادية، وده اللي كنا عايزين نسأل حضرتك عليه. بس السيناريو إيه المتوقع يا فندم فيما يخص الشرق الأوسط، نتائج اللي حاصل ده على دول الخليج ودول الشرق الأوسط تحديدا؟ هو طبعا دول الخليج يعني مصائب قوم عند قوم فوائده. بالنسبة لروسيا ارتفاع سعر الطاقة والنفط بيدي طبعا وفرات مالية، تمام، ولكن سيكون في تأثير طبعا سلبي جدا على الدول التي لا تنتج النفط، ارتفاع في الأسعار، تضخم، هذه أمور للأسف يعني بتأتي بعد أزمة كورونا، ولكن يعني هذا الأمر يعني سيأخذ كثيرا من الوقت، ويأخذ مزيدا من التحمل. حتى بايدن قال للشعب الأمريكي استعدوا لمزيد من التحمل لبعض التكاليف نتيجة مواجهة هذا الغزو. للأسف بنتمنى أن يحل السلام في العالم. بشكرك جدا دكتور أشرف سنجر، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة بورسعيد، ألف شكر للتحليل القيم لناحية السياسية للحرب الروسية الأوكرانية. تمام. معانا خبر تاني يا اسحاق، برضو مش بعيد عن موضوع الحرب ما بين روسيا واوكرانيا. بيقول ان الامين العام للامم المتحده بيناشد بوتين وبيقول له باسم الانسانيه اعد قواتك لروسيا. الخبر تفاصيله بتقول انه ناشد الامين العام للامم المتحده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقف الحرب التي اعلنها في شرق اوكرانيا، وقال بعد اجتماع طارئ لمجلس الامن بشان اوكرانيا رئيس بوتين باسم الانسانيه اعد قواتك الى روسيا، وأضاف أن عواقب الحرب هتكون مدمرة لأوكرانيا وبعيدة المدى بالنسبة للاقتصاد العالمي. وأعلن وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا الخميس أن روسيا بشرت هجوم واسع النطاق مع ضربات على مدن عدة في البلاد بعد سماع دوي سلسلة من الانفجارات. كمان حلف الناتو بيقول سنفعل كل ما في وسعنا لحماية حلفائنا. معرفش ايه يعني اقصى ما في وسعهم ممكن يعملوه. روسيا قامت بحرب بشن حرب بشكل احادي. كمان باوروبا بتقول سنرد على الهجوم الروسي على اوكرانيا. معرفش ممكن يعملوا ايه، لكن الناحية الاقتصادية أعتقد هي من النواحي المهمة جدا في الأمر النهاردة. احنا يمكن اتكلمنا على الناحية السياسية، أعتقد يا أميرة فارق معنا جدا ان احنا نعرف الناحية السياسية. الاقتصادية بنتكلم على ارتفاع سعر برميل البترول الى 100 دولار، بنتكلم على أول مرة
ربما تكون مشاكل اقتصادية كبيرة في الفترة اللي عندك حق إسهام. عشان كده الخبر اللي معانا بعد كده بيتكلم عن أسعار النفط وبيقول إنه بيتخطى $100 لأول مرة من 7 سنوات، بتخطى سعر برميل النفط عتبة الماء $1 الخميس اللي هو النهاردة للمرة الأولى من أكتر من 7 سنين عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن شن عملية عسكرية في أوكرانيا. خلونا نشوف معنا مكالمة. معنا دكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق. دكتور عمرو صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. وبلا شك يعني وكان العالم متوقع هذه الحرب، وكان العالم كله بيتكلم خلال الفترة اللي فاتت ماذا سيحدث، التأثيرات السلبية لاقتصاديات العالم في الفترة اللي جاية بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثير ده عمالين بنشوف ارتفاع سعر النفط، بنشوف النهاردة الصبح ارتفاعات غير مسبوقة لأسعار الذهب، ويعني البقية تأتي يعني. فتأثير ده عايز أعرف من حضرتك تأثير هذه الحرب على اقتصاديات العالم من ناحية وعلى الاقتصاد المصري بشكل خاص. هو صحيح قبلية. استأذنك يا دكتور بس الصوت، استأذنك لو حضرتك بس يعني بدك تغير مكان بس. انا كنت يعني الخطابات السابقة اللي تمت مع الرئيس الروسي بوريس يلسن، سواء لقاءاته مع رئيس فرنسا بودي لانجويج والمفاوضات اللي تمت كانت لا تبشر باي خير، مع اننا كنا متوقعين ان هو يرجع عن قرار. لكن بما يخص التاثير على الاسعار، طبعا انت عارف ان منطقه اوكرانيا وروسيا المنطقه دي منطقه غنيه بالمعادن وغنيه بالمنتجات الزراعيه، ويمكن الانتاج الزراعي بالذات من الحبوب من اوكرانيا مهم جدا في موضوع التصدير، واحنا في مصر من الدول المستورده من الحبوب فعلا. وبالتالي نتوقع ان يحصل ارتفاع في اسعار الحبوب، ارتفاع في اسعار الطاقه، ارتفاع في اسعار النقل، ولا سيما ان احنا خارجين من ازمه كوفيد ما كناش نتوقع ولا العالم يتوقع ولا يامل ولا اي ازمه. أنا بشكر حضرتك دكتور عمرو وبعتذر التليفون مش سامعين كويس، وممكن نعيد الاتصال بحضرتك مرة أخرى، لكن لحد ما يبقى معانا الدكتور عمرو مرة أخرى أنا بس عايز يعني أقول الكلام اللي قاله دكتور عمرو ربما محدش يعني سمع بشكل كويس. لهي هذه المنطقة منطقة مهمة جدا للعالم، لأنها بتنتج حوالي تقريبا 30% من القمح في العالم كله، وإحنا من الدول اللي بتستورد القمح. ومرة تانية وتالتة بعيد على حضراتكم الرؤية المصرية اللي هي كانت من شهرين ثلاثة فاتوا، الرئيس لما كان في توشكا كان بيتكلم كان بيقول لك أنا لما بزرع ممكن يكون تكلفة زراعة الفدان القمح أكتر من أنا أستورده، لكن وجوده عندي على أرضي أمان لي أكتر. فده اللي احنا بنأكد عليه مرة تانية أن مصر كان عندها هذه الرؤية، لكن طبعا هيأثر ولا لأ على رغيف العيش في الفترة اللي جاية، هيأثر ولا لأ على حاجات كتيرة جدا، بالتأكيد الحرب هتأثر اقتصاديا علينا كلنا أعتقد يا أميرة، ده هيبقى أمر صعب جدا. مرة تانية معانا دكتور عمرو. دكتور عمرو حضرتك بتقول لي أن احنا كدولة الدولة مستوردة للقمح ده هيأثر علينا بشكل مباشر. هو الأول هيأثر من طرفين، بطريقة مباشرة من خلال المنتجات الزراعية اللي كنا بنستوردها من أوكرانيا ومن روسيا. وطبعا أنت عارف لما بيكون في حروب أولا بيكون في امتناع عن التصدير، وبالتالي ده يعمل كوتل في أسعار الحبوب على مستوى العالم، وتبتدي الدول الأخرى اللي بتفضل تبتدي ترفع أسعارها تدريجيا لأن بيحصل شورت أو بيحصل نقص في العرض مع ارتفاع الطلب. نقص العرض مع ارتفاع الطلب لازم يعلي الاسعار. النقطه الثانيه ارتفاع اسعار طبعا الشحن والتامين والتجاره الدوريه، هتلاقي اوتوماتيك معظم الشركات النقل والتامين وبالذات النقل البري او النقل البحري هترتفع الاسعار نتيجه المخاطره ونتيجه التامينات او التامين على حركه التجاره الدوليه، وده الدور هيرفع الاسعار. لكن الحقيقه المؤسف او المؤذي اكثر اللي بنسميه تريكلينج داون ايفكت، يعني انه يجر وراه ارتفاع اسعار في قطاعات مش مرتبطه بالمنتجات الزراعيه ولا مرتبطه باوكرانيا ولا مرتبطه بالاكل، زي البترول على سبيل المثال او زي الذهب على سبيل المثال، لان بيبقى في مخاطر
مضاربات ما بين المستثمرين او ما بين الشركات الدوليه الكبرى على قطاعات اقتصاديه معينه زي الذهب وزي البترول. تمام. وبالتالي هترتفع اسعار الذهب واسعار البترول نتيجه هذه الازمه، وبالذات انت بتتكلم على ما بين دولتين كبار، يمكن بريطانيا يعني مش دوله عظمى لكن روسيا طبعا دوله عظمى وراها حلف الناتو. تمام. لو كنت تابعت تصريحات بايدن امس ان هو لن يسمح باي تعدي او اي هجوم على دول حلف الناتو، او ده يعتبر تصريح ضمن انه لن يعتبر اي هجوم على امريكا او على اوروبا. تمام. فلك ان تتخيل ان في ضمنيا بطريقه غير مباشره صراع بين الولايات المتحده طبعا وروسيا في هذا الصراع، لا سيما ان المانيا بعتت اسلحه، دول كثيره بعتت اسلحه. تمام. روسيا يقال ان عندها اسلحه متطوره وصواريخ متطوره سيتم استخدامها. تمام. فلك ان تتخيل مدى تاثير على التجاره الدوليه او على الاقتصاد العالمي في وقت انا بقول ان ما كناش محتاجين في ازمه ثانيه بعد ما خرجنا من ازمه من الكورونا، كنا نامل ان يرتفع يعود ثاني للاقتصاد العالمي. طيب دكتور عمرو معلش سريعا هسال حضرتك، هل احنا في خلال قد ايه هيبدا، خلينا نتكلم عن مصر هنا، يبدا الناس تبدا تحس بزياده الاسعار؟ امتى هنبدا نلاحظ بقى؟ هل وقتي على طول ولا في فتره ممكن ناخدها؟ هو الاسعار خلي بالك الاسعار في الشهرين اللي فاتوا يمكن السيد الرئيس ودوله رئيس الوزراء كانوا اشاروا بهذا الموضوع، وكان تمام. في نوع من الرسائل الاستباقيه او توعيه المواطنين، وفهمنا المواطنين ان الاسعار ترتفع، وده كان مع ارتفاع اسعار البترول. طبعا بعض الاسعار السلع ترتفع، لكن خلي بالك الدوله او اي دول عندها اليات وعندها ادوات، وعلى قد ما بتقدر، وانا بقول على قد ما بتقدر، بتحاول انها توفر السلع بدائل يا فندم، السلع الغذائيه كبير عشان تتحكم في الاسعار. المشكله ما يبقاش في شورتج او يبقى في قله في المنتجات وبالتالي ترتفع الاسعار. تمام. تمام يا دكتور عمرو، انا بشكر حضرتك يا فندم كنت معانا. دكتور عمرو صالح استاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق، شكرا لحضرتك يا فندم. ومن العاصفه السياسيه والعاصفه الاقتصاديه اللي اتكلمنا عليها دلوقتي، نرجع بقى للعاصفه الترابيه اللي بتشهدها مصر خلال الفتره الحاليه، وامطار ورياح مثيره للرمال والاتربه باغلب الانحاء، والصغرى بالقاهره 10 درجات. تتوقع درجات الحراره ان عدم استقرار في الاحوال الجويه، وسيسود طقس معتدل نهارا على القاهره وجنوب الوجه البحري، مائل للبروده على السواحل الشماليه الغربيه وشمال الوجه البحري، ومتوقع طبعا شديد البروده ليلا على كافه الانحاء، ومتوقع وجود امطار واتربه ورمال. اسمها كملت يا سيدي. كملت يعني حرب وامطار و... عارفه لما يبقى يوم كامل كده كله كده كله ده. فنخلي بالنا، نخلي بالنا من ايه؟ اللي عنده مره ثانيه وثالثه بقولها، اللي عنده جيوب انفيه، اللي عنده حساسيه صدر، اللي عنده اي مشكله من الاتربه والرمال يبتدي ياخد الادويه بتاعته. ننبه ايه ثاني؟ ننبه ان احنا لو ما عندناش مشوار مهم النهارده بعد ما نرجع من مدارسنا ونرجع من الجامعه ونرجع من اشغالنا، نقعد في البيت نعمل طبق عدس ولا نعمل اي حاجه نشربها ونلم الغسيل، صح؟ عندك حق. اللي عنده جماعه اي مشاكل في الجيوب الانفيه يا ريت فعلا، لانه كده الموضوع هيسوء اكتر، وانا بقى مش عارفين دي كورونا ولا ده تغيير جو. ربنا يحمي الجميع. خلونا ناخد خلينا الاول بس ناخد درجات الحراره قبل ما ندخل على الخبر الثاني، هنشوفه مع حضراتكم على الشاشه. معنا مشاهدينا خبر لطيف قوي بيقول ان الداخليه بتنظم دوره تدريبيه لكوادر شرطيه نسائيه من 13 دوله افريقيه. بيقول الخبر انه وزاره الداخليه نظمت دوره تدريبيه دوليه بحضور كوادر شرطيه نسائيه من 13 دوله افريقيه بالمركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام، وانطلاقا من الدور المحوري للدوله المصريه كاحد الدول الفاعله والمساهمه في عمليات صون الامن والسلم الدوليين كافه.
كمان من بعد هذا الخبر نشوف مع حضراتكم أسعار الذهب النهاردة وأسعار الذهب. متوقع حدوث قفزات في أسعار الذهب خلال الساعات القليلة القادمة، مش بكلمكم خلال الأيام اللي جاية، بكلم حضراتكم خلال الساعات القليلة القادمة طبعا بعد موضوع أوكرانيا. وأنا عايز أقول لكم بس على حاجة، يعني ان اسعار اللي معايا دلوقتي دي الاسعار اللي هي كانت نهايتها قبل بالليل. الحرب صح؟ قبل الحرب، يعني الاسعار اللي طبعا تم الاعداد ليها دي قبل الحرب. يعني مثلا عيار 24 كان يعني احنا مسجلينه 952، اخبار انا لسه جايبها في هذه اللحظه 465، تتكلم في 15 جنيه ولا حاجه كده. كمان انا بحاول اجيب من هنا وهنا، يعني عيار 21 833، ده امبارح بالليل. النهار دلوقتي في هذه اللحظه 846، بتتكلم في 13 جنيه في ده. انا بكلم حضراتكم في كسر من يعني في حاجه كده قليله جدا. طب عيار 18 بالليل خالص، احنا كاتبين يعني زمايلنا كاتبين هذا الكلام، 714 جنيه. النهارده بنتكلم في هذه اللحظة 727 جنيه. بتتكلم اني 21 اني بتتكلم المعاملات وختمت اسعار الذهب. انت بتتكلم ان احنا داخلين على حيز تحركة الاسعار من 1910 ل 1950 دولار. لا احنا بنتكلم دلوقتي داخلين على 2000 كمان. ف اللحظات اللي فاتت والساعات القليله اللي فاتت اسعار الذهب اتحركت بشكل كبير جدا في العالم كله في كله. وطبعا احنا مش في معزل عن العالم، فيعني دي البدايه، بس احنا بنتكلم النهارده دي البدايه. ربنا يحمي العالم ويحمي مصر يا رب، ربنا يعديه على خير. خلونا مشاهدينا، دي كانت اهم الاخبار، حاولنا على قدر المستطاع ان احنا نجمع نحاول نوصل لحضرتكم الرؤيه عن اللي حاصل في روسيا واوكرانيا أثار ده سواء اقتصاديا أو على المستوى المحلي. خلونا دلوقتي نطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم بقية فقرتنا النهاردة، خليكم معانا.